هذه التدويزه الاولى. ما بغاتش تبان فوالا. وكل مرمات بجوج. التدويزه الثانيه في طور الانجاز. هذا شغل تطريز قفيطين ديال بنيته صغيره، نخدم بجوج دلوان البيستاش وبالاورانج، وغنديرو هنا واحد الحجيره. للمزيد من التفاصيل دخلوا الفيديو الكامل على قناه تركوازا على يوتيوب. في طور الإنجاز. الشكل النهائي ديال القفيطين ديالي خرج على هذا الشكل هذا.